فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدخول بالمصحف إلى الخلاء هل هو محرم أو مكروه؟ مكروه مكروه، لكن إذا تعمد هذا يكون محرم، أما إذا لم يتعمد فهو مكروه. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.